تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. محافظ المحافظات يهنئون رئيس الجمهورية بالذكرى الثامنة لانتخابه رئيسا للجمهورية. محافظ حضرموت يطلع على سير العمل في هيئة مستشفى سيئون العام ويرعى اتفاقية مشروع شق وسفلة 16 كيلو متر للشوارع الداخلية لمدينة الشحر وضواحيها. المحافظ البحسني يستلم تقرير النشاط السنوي لمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت. محافظ شبوة يوجه بإنهاء الاستثمار الخاص بمنتجع إيقان الساحلي بمديرية رطوم ويعمل اتفاقية لإعادة تأهيل 3 أقسام في مستشفى بيحان. نشرة الأخبار من قناة حضرموت الفضائية، أهلا بكم. رفع محافظ المحافظات برقيات تهان إلى رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لانتخابه رئيسا للجمهورية. وعبر المحافظون عن أحر التهان والتبريكات إلى رئيس الجمهورية وكافة أبناء الشعب اليمني، سائلين الله عز وجل أن تعود هذه المناسبة وقد تخلص اليمن من انقلاب الميليشيات الحوثية وبدأت بلادنا تشق طريقها نحو اليمن الاتحادي الجديد. اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على سير العمل في هيئة مستشفى سيئون العام. جاء ذلك خلال لقاء برئيس عام الهيئة الدكتور أنيس عيديد الذي قدم للمحافظ شرحا عن سير العمل في أقسام الهيئة والخدمات الصحية تقدمها للمواطنين والاستعدادات الجارية لاستضافة مخيم المسالك البولية وجراحة الأطفال الذي سينشر مطلع شهر مارس القادم وسيستمر لمدة أسبوع كامل. وتقدم الدكتور عيدين بجزيل الشكر والتقدير للمحافظ البحسني على جهوده في دعم الهيئة والقطاع الصحي بالمحافظة. رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثاني لواء الركن فرج سالم البحسني اتفاقية مشروع شق وسفلة 16 كيلو متر للشوارع الداخلية لمدينة الشحر وضواحيها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 6,164,696 دولارا. ونصت الاتفاقية على تنفيذ مجموعة الركائز للنقل والمقاولات لأعمال المشروع كافة بحسب بنود الاتفاقية والمواصفات الفنية والشروط المرجعية العامة وجداول الكماليات خلال فترة 2 تبدأ من تاريخ توقيعها. تسلم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثاني لواء الركن فرج سالمين البحسني من مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت المحامي سالم كنير العبثاني تقرير النشاط السنوي للمكتب. وتضمن التقرير السنوي استعراض عدد من النشاطات والفعاليات والخطط التي تم تنفيذها من قبل المكتب منذ إعادة افتتاحه من قبل المحافظ البحسني بحلته الجديدة في ديوان المحافظة، مستعرض البنود التي تبذلها المحافظة في دعم المكتب وحرص على تنفيذ عمله والاهتمام بقيادته وكادره الذي تم تكريمهم من قبله عقب الافتتاح بحضور رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت ووكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية. وتناول التقرير إنجازات إدارة الإفتاء والإصدار وإدارة قضايا الدولة وإدارة الجريدة الرسمية وتطلعات المكتب المستقبلية. وأوضح التقرير إلى أنه قد تم خلال العام المنصرم إصدار 39 فتوى ورأي قانوني. وجه محافظ محافظة شبوة محمد بن عدو بإنهاء عقد الاستثمار الخاص بمشروع إقامة أول منتجع سياحي متكامل بالشريط الساحلي بمديرية رضوم وبمحاذاة حصن الغراب الموقع الأثري الشهير فيها. وأقضت التوجيهات الصادرة إلى مكتب السياحة بالمحافظة بضرورة الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء عقد المشروع بسبب إخلاء المستثمر بشروط التعاقد والذي يعد متعثرا منذ 15 سنة. كما وجه محافظ شبوة مكتب سياحة المحافظة بالشروع في إعداد تصاميم الدراسات الفنية والهندسية لمشروع منتجع إيقان السياحي وبصورة جمالية تتناسب مع المواصفات الطبيعية للموقع.
عمد محافظ شبوة محمد صالح بالعدايه عقد تنفيذ الاتفاقية الخاصة بإعادة تأهيل 3 أقسام داخلية بمستشفى مديرية بيحان بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية ب30 مليون ريال. وتقتضي الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بشروع جمعية المعروف للتنمية في تنفيذ المشروع الذي سيشمل إعادة تأهيل أقسام المختبر والرقود والعناية المركزة بالمحافظة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر. وأشار المحافظ محمد بن عديو بمبادرة المؤسسة في ترميم هذه الأقسام الأساسية بالمستشفى، مؤكد الاهتمام بهذا المستشفى المرجعي ليقدم خدمات طبية لمواطني المديرية. رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأخ جمال سالم عبدون اجتماع لجنة العمل الأجهزة الصفية والمعرض 18 للوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية بساحل حضرموت. وفي مستهل الاجتماع أكد الوكيل عبدون على أهمية الإعداد الجيد والتواصل المستمر مع الإدارات التربوية والتعليمية بالمديرية لاستكمال التصفيات الأولية لجميع مسابقات الأجهزة الصفية المقررة وفق الجزء الثاني من خطط النشاط السنوي، مشيرا إلى أن القطاع التربوي التعليم يشهد تطورا وتنوعا في مجالات الأجهزة الصفية وتنوعها بفضل الدعم الكبير للراعي الأول محافظي محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية 2 لواء الركن فرج سالمين البحسني. كما وجه وكيل الوزارة عبدون الإدارة التربوية والتعليمية إلى بث روح التنافس بين البراعم والزهرات والتلاميذ والطلاب لحصد المراكز الأولى في المسابقات الختامية على مستوى المحافظة، حاثا الإدارات التربوية إلى ضرورة المشاركة الفعالة في إنجاح المعرض 18 من خامات البيئة المحلية للبنات. ناقش وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي المروقة مع ملاك الورش الصناعية بمدينة عتق الخطوات والآليات المقررة لتشغيل أول منطقة صناعية متخصصة بالمحافظة. وفي اللقاء استعرض الدكتور المروقة أسباب ودواعي قرار محافظ المحافظة محمد بن عديو بتشغيل هذه المنطقة تعد الأولى على مستوى الجمهورية ومزاياها المشجعة لهم. ووجه الوكيل المروق بمنح ملاك الورش الصناعية فترة 4 أشهر غير قابلة للتجديد للقيام بنقل ورشهم إلى المنطقة ما لم سيتم إغلاقهم بقوة القانون، مطالبا ملاك المنطقة الصناعية بضرورة الشروع في عملية إعادة تأهيلها بصورة شاملة وكاملة حتى تصبح قادرة لاستيعاب أصحاب الورش خلال الفترة المحددة. نظمت محطة البحوث الزراعية بسيئون نزولا لحقل زراعي في منطقة كروز المشايخ بمديرية القطن للتعريف بصنف جديد من القمح تم استنباطه من المحطة مؤخرا، حيث تعرف 50 مزارعا على العملية الزراعية التي تمت للصنف الجديد وآخر من نوع الكيليا نسونا للمقارنة بينهما من حيث كميات الري والتسديد. حيث تعرف 50 مزارعا على العمليات الزراعية تمت للصنف الجديد وآخر من نوع الكيليا سونا للمقارنة بينهما من حيث كميات الري والتسميد ومستوى النضج. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعية الدكتور عبد الله علوان أهمية الدور الذي تقوم به الأبحاث الزراعية في استنباط أصناف ذات جودة وإنتاجية عالية، مؤكدا على أهمية التنسيق من البحوث والأرشاد لنشر هذه الأصناف الجديدة إلى جميع المزارعين. حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن من استخدام صبغة الشعر إيجيل برون ذات المنشأ الهندي نظرا لتجاوز الحد المسموح به من البكتيريا في المنتج. ونبهت الهيئة في تعميم لها من خطورة استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة وسحبه من السوق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. أقامت السفارة اليمنية في ألمانيا والأكاديمية الدبلوماسية فعالية ثقافية في برلين تناولت الجوانب الثقافية والفنية في اليمن والوضع السياسي والإنساني. وفي الافتتاح تطرق السفير يحيى شعيبي للإسهامات الحضارية لليمن وما تركته الحضارات اليمنية المتتالية من آثار وإسهامات لافتة للعمق الثقافي والحضاري لليمن. وعرض في الفعالية فيلم ملغم للمخرج يوسف الصباحي والذي يستعرض مأساة زراعة ميليشيا الحوثي للألغام في سياق درامي وما ستعانيه الأجيال المتعاقبة من هذه الجريمة. كشف فيلمين وثائقيين جرائم الميليشيا الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية. واستعرضت المخرجة الأردنية اليمنية نسرين الصبيحي خلال مشاركتها في مهرجان شمال أوروبا للأفلام المقام في لندن مع مخرجي أفلام وثائقية من 50 دولة الوضع الإنساني في اليمن أثر الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني من خلال فيلم عاصم وماذا بقي مني، والتي نقلت من خلالهما صورة من داخل المناطق التي يصعب الوصول إليها في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية.
أعلن شركة سامسونج عملاقة صناعة الإلكترونية العالمية قرار إغلاق مصنع تابع لها في مدينة غومي بكوريا الجنوبية بعد تأكد إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا المستجد حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الشركة في بيان لها عبر البريد الإلكتروني لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أن الإغلاق سيستمر حتى صباح يوم الاثنين. متابعين الكرام، نستعرض وإياكم أهم ما تناولته الصحف العربية عن الشأن المحلي، والبداية بصحيفة البيان والتي أشارت في عددها أن قوات الدفاع الجوي السعودي استعرضت ودمرت صواريخ باليستية أطلقتها الجماعات الحوثية من صنعاء باتجاه مدن سعودية. فيما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن هجمات جماعة الحوثي تدل على عدم جديتها في حل الأزمة اليمنية بالتزامن مع ضبط قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر سفينة محملة بمواد تصنيع متفجرات كانت في طريقها للحوثي، لافت إلى أن الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة. كما أكد بن فرحان في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هيلوكو ماس في العاصمة الألمانية برلين بضرورة دعم العمل الإنساني في اليمن. وذكرت الصحيفة أيضا أن قيادة جماعة الحوثي أقدمت على تقييد أكثر من 200 ضابط من ضباط الأمن السياسي والذين يعملون كمندوبين للجهاز في المؤسسات والدوائر الحكومية في صنعاء. ولفتت المصادر أن قيادة الميليشيا أقصت الضباط الذين يحملون رتبة عقيد وعميد من عملهم كمندوبين في المؤسسات. وتطرق صحيفة الشرق الأوسط إلى أن المؤتمر في ألمانيا الذي تطرق إلى الأزمة اليمنية في البلاد، وأشارت إلى تصريح وزير الخارجية السعودي حيث قال الأمير فيصل بن فرحان التطورات السلبية الأخيرة في اليمن منها الهجمات بالصواريخ التي طالت مدنا يمنية، وهذا ما يدل على عدم جديتها في البحث عن حل سلمي لهذه الأزمة. وأشار إلى أنه يشجع جميع الأطراف الفعالة في هذه الأزمة على تأكيد دعم مساعي التحالف والحكومة الشرعية اليمنية لإيجاد حل سياسي، مضيفا أنه أثنى على موقف المجتمع الدولي من المحاولات الحوثية لوقف وصول المساعدات وإعاقة وصولها لمستحقيها في المناطق التي يسيطرون عليها. ونختم بصحيفة الوطن حيث أوردت تصريحا للمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قال فيه استعرضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه مدن سعودية. وأوضح العقيد المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة ومنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. مشاهدين الأعزاء، هذا هو كان آخر أخبارنا في هذه النشرة. عد وذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ المحافظات يهنئون رئيس الجمهورية بذكرى 8 لانتخابه رئيسا للجمهورية. محافظ حضرموت يطلع على سير العمل في هيئة مستشفى سيئون العام ويرعى اتفاقية مشروع شق وسفلتة 16 كيلومتر للشوارع الداخلية لمدينة الشحر وضواحيها. المحافظ البحسني يستلم تقرير النشاط السنوي لمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت. محافظ شبوة يوجه بإنهاء الاستثمار الخاص بمنتجع قنا الساحلي بمديرية الروم ويعمد اتفاقية لإعادة تأهيل 3 أقسام في مستشفى بيحان. في ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها على حضراتكم من استديوهات قناة حضرموت الفضائية من المقلة، تقبلوا تحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعونا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت في أمان الله.